السلام عليكم، نهاركم مبروك. نرحب بجميع المشتركين اللي معايا قدم وحتى اللي دخلوا معنا جديد، نرحب بهم ونقول لهم ان شاء الله عجبتكم القناه. واش رايكم البنات، راحين نحضروا اليوم مع بعض بولي ماريني مشوي في البلاره بالخضره اللي تحبوها، وبنفس الطريقه نديروا اي نوعيه من اللحوم، ديروا مرقاز، كفته ولا اجنحه الدجاج. المهم هذه الوصفه لي انغطابل ان شاء الله تعجبكم. ولا عندكم هذوك البلارات اللي نشوف فيهم لا مايونيز ولا لي شامبينيون، الحميصه اكسيتيرا، اغسلوهم وخبوهم وجربوا بهم هذه الوصفة. ما تنسوش البنات تدعموني باش نوصلوا 100,000 مشترك، وبمناسبة رانا وصلنا اليوم ل 80,000 مشترك. نشكركم بزاف على دعمكم وعلى تشجيعكم المستمر للقناة، ونقولكم تبعوا معي الوصفة. مشاهدة طيبة للجميع. نبداو اولا نحضروا لا ماريناد. نجيبو هنا اناء نحطو فيه شوية تاع الزيت، قيس ملعقه كبيره تاع الخل، نحطو مقدار ملعقه كبيره تاع الزحتر المحكوك، نحكو هكذا بيدينا او الزحتر اليابس. نضيف هنا زوج سنينات تاع الثوم المحكوك، طبعا على حسب الكميه اللي راني دايرتها، انا مانيش دايره كميه كبيره، انتوما والمقدار اللي راكم دايرينه. نضيف هنا لا موتارد، كمية تاع لا موتارد اللي راح تعطيكم بنه بزاف شابه للبولي ماريني. نضيف الملح، فلفل اسود، شويه تاع سكنجبير، ونضيف كوري دجاج. نضيف هنا الفلفل العكري او الفلفل الحمراء. نخلط هاد المكونات مع بعض. ونضيف هنا الكميه تاع الدجاج اللي كنت قطعته اون كوب هكا الى القطع كما راكم تشوفوا متوسطه الحجم. نديرو هكذا في لاماريناد، نخلطو مليح مليح، نغطي هذاك الاناء تاعي ونحطو في الثلاجه ونخليه ساعه ساعتين. وتقدروا ديروا هذه العمليه في الليل، والغدوه من داك تحضروا الطبق تاعكم. المهم خلو هذاك الدجاج يتشرب مليح تتبيله. نروحو للمرحله المواليه، نوجدو الخضره تاعنا. انا عندي هنا الفلفل الاحمر، الفلفل الاخضر، عندي زروديه، البطاطا، تقدروا ديروا لوبيا خضراء، تقدروا ديروا الجلبانه. المهم الخضره اللي تكون عندكم والخضره اللي تحبوها ديروها في هذا الطبق. وكما قلت لكم بالنسبه للحوم تقدروا ديروا لحم خروف، تقطعوه الى قطع صغيره، ثاني ديروا به الوصفه، ديروا مركز ولا ديروا حتى دي بولات دو فيونداشي. المهم لكم الاختيار، انا نعطيكم الوصفه او لاباس تاع الوصفه وانتوما والابداع تاعكم. المهم انا نقطع هكذا بالطول الفلفل تاعي او الطرشي كما راكم تشوفوا، راه وقتو، راه متواجد في الاسواق الخضره، يعني راهي كاينه على الانواع. المهم حضروا هذا الطبق، راهو صحي وبدون يعني مشوي في الفرن بلا فحم بلا بخار او دخان اكسيتيرا، دونك الطبق راح يجيكم هايل. نقطع ثاني زروديه هكذا، نديرها شويه رقيقه باش تطيب لي تمتم. كيما تعرفوا الزروديه راهي تشد شويه طياب، انا قطعتها بهذه الاداه اللي نزين بها، يعني باش تجيني زروديه والبطاطا تجيني شابه في الشكل تاعها. وهنا الخضره تاعي راح ندير لها فقط شويه تاع الملح وشويه تاع الفلفل الكحل، يعني من بعد راح تهبط عليها هذيك التتبيله تاع الدجاج، وراح تاني الخضره تاعي تتبل. عندي من جهه واحده اخرى بصله متوسطه الحجم قطعتها هكذا اون لاميل، وعندي سنينات تاع الثوم هكذا قطعتهم تاني، نضيفهم لهذاك البصل. ندير لهم غير رشه تاع الملح ونخلطهم كما راكم تشوفوا. الوغ نجيب هنا البلاره كيما هذه، انا عندي هذه الكبيره. نتوما الا عندكم هذوك الصغار اللي نديرو فيهم اللي نشرو فيهم لا مايونيز ونشرو فيهم هذوك الحميصه ولا الشامبينيون، تكونوا غسلتوهم ونشفتوهم وخبيتوهم، ثاني تقدروا ديروا بهم، يعني ديروا اكثر من وحده. انا راح ندير كلش في هذه البلاره، راهي كبيره. اول حاجه ما نسحقوش الغطا تاعها. هنا ندير الكميه تاع البصل، نديروهم لتحت.
نضيف له هنا شويه تاع الزيت، غير شويه، ان فيلي تاع الزيت ماشي بزاف، ونضيف هذيك الخضره تاعي، نحطها عشوائيا هكذا كما راكم تشوفون. نحط هذيك البطاطا والزروديه كما قلت لكم، تختاروا الخضره اللي تحبوها، ونضيف لها الفلفل اللي كنت قطعتهم طبعا. ومن بعد نجيب لو بولي ماريني او الدجاج المتبل، كما راكم تلاحظوا راهو تشرب كامل هذيك التتبيله، نحطوه هكذا من الفوق. نزيدو نفرغوا هذيك التتبيله اللي بقات لنا، وتاني نشلو هذاك الماعون او الغيسيبيون بشويه تاع الماء فقط ونضيفوه. شوفوا البنات انا تحصلت على هذا، وكل حاجه ديروها او كل مقدار ديروه على حساب افراد العائله طبعا. جبت هنا قطعه تاع بابي كويسون او ورق الطهي، ونزيد قطعه تاع البابي الومنيوم، ورق الالومنيوم، نغطي مليح البلاره تاعي كما راكم تشوفوا. وانا في هاد الاثناء راني مسخنه الفرن تاعي طبعا، نسخنه مليح، نغلق البلاره بهذا الشكل، ونجيب كوردون ولا عود تاع الشواء، ونثقب هكذا، ندير ثقوب من الفوق باش يخرج البخار. فوالا البنات كيما راكم تلاحظوا درت هاد البلاره في صينيه تاع الفرن. بالنسبه لطريقه الطهي راحين طيبوه على نار متوسطه، يعني تهبطوه للتحت وديروا النار متوسطه، جوست تطلوا عليه وتسيبوه بدا يغلي، نقصوا تماما للنار وخلوه يطيب على نار جد هادئه، يعني لازم يطيب ابتي فو، يطيب على غرضو مده ساعه كامله. بالنسبه لهذا الدجاج اذا درتو اللحم ممكن يشد لكم بزاف طياب. هذاك هو راهو طاب لي الطبق تاعي، راهو طاب كما راكم تشوفوا. مباشره نفرغوا امامكم في صحن التقديم، تحصلنا على هذاك لو جو بنين بنين بالبزاف، وحتى الطبق بزاف هايل وبنين. ودوك تشوفوا كيفاش الخضره هذيك طيب الزبده، يعني طيب مليح. شوفوا كيفاش البطاطا راهي طابت مليح، وحتى الزروديه كما راكم تلاحظوا. حتى القطع تاع البولي او الدجاج طابت بزاف هايله كيما راكم تشوفوا. وهذه هي وصفتنا البنات اليوم، نشكركم على حسن المتابعه، ونأكد لكم انه هذا الطبق بنين بنين بالبزاف. نلتقي في وصفات اخرى باذن الله، مع السلامه.